يعني انا كنت دائما التنقل بين القيادات الامنيه سيما الاستخباريه والميدانيه التعبويه منها. ما التقيت بقائد باي قائد لم التقي به الا وكان يذكر الحاج القائد ابي مهدي المهندس، ما التقيت يعني بدءا من يعني يضيق المقام بعدهم وذكرهم. التقي ويا مدير الاستخبارات العسكريه فاذا به ينقل منقبه او ينقل توجيه او ينقل نصيحه من ابي مهدي المهندس. التقي مع قائد عمليات كذلك، مع قائد فرقه كذلك، مع قياده العمليات المشتركه كذلك. بمعنى ان الرجل يعني لا اقول ترك بصمه، انما خلق بصمه بكل بقلب كل قائد عسكري، حتى المناوع، حتى الذي يريد ان يختلف معه. لذلك يعني انا اتخطر بعد منتصف الليل كانت عملية بلغنا عملية استشهاده، اتصلت بأحد الضباط من جوازات المطار، قال أنا لا أعرف هل هناك عملية صاروخ انفجر على أحد الأخوة في الحشد. اتصلت بالأخ في حينها الأخ مهند العقابي طبعا، فكان أيضا يشكك بالرواية بين مشكك ومتيقن، لكن كان هو لليقين أقرب. اتصلت بأحد الأخوة أيضا كان أيضا متيقن من ذلك، لكن الصدمة لم يستوعبها أحد. عملية استيعاب الصدمة، لأن أولا من يصدق أنه أمريكا تقدم عبر هذا الفعل بهذه الطريقة؟ من يصدق طائرتان مسيرتان تحلقان بالأجواء العراقية بمهمة غير قتالية ابتداء منذ ساعات الضياء الأول، والضرب يعني قرابة 23 ساعة 22 ساعة استمرت عملية التحليق، وهذا هنا الخطورة، بمعنى أن هناك سبق إصرار وترصد لهذه الجريمة النكراء.